كشف الناطق ورسمي باسم لجنة رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا جمال فرار عن تسجيل 116 إصابة جديدة وثلاث وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة إلى 2534. تم تسجيل 2534 حالة، 16 حالة جديدة و367 حالة وفاة، منها ثلاث حالات جديدة خلال 24 ساعة الماضية. وبالتفصيل تجدر الإشارة إلى ما يلي: فيما يخص الحالات المؤكدة مخبريا وعددها الإجمالي 2534، هي موزعة عبر 47 ولاية. 71% من الحالات على مستوى الوطني تم تسجيلها عبر 10 ولايات، 24 ولاية لم تسجل أي حالة اليوم، ومنها أيضا 13 ولاية سجلت ما بين حالة إلى ثلاث حالات. فئة الأشخاص البالغين من العمر ما بين 25 و 60 سنة تمثل 53% من مجموع الحالات، وعلى هذه الفئة الناشطة من المجتمع احترام قواعد الحجر المنزلي للحفاظ على صحة الجميع. فيما يخص الوفيات، عددها الإجمالي إلى حد اليوم هو 367. عدد الوفيات الجديدة خلال 24 ساعة الأخيرة هو 3 بولاية البليدة، و53% من الوفيات مسجلة في ولاية البليدة والجزائر العاصمة، علما أن 64% من الوفيات تخص فئة الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 سنة فما فوق. فيما يخص الحالات تحت العلاج، عددها ازداد بحيث أنه هو 4076 شخص، وتشمل 1497 حالة مؤكدة حسب التحاليل المخبري، و2579 حالة محتملة حسب التحاليل الأشعة والسكانير. فيما يخص الحالات التي تماثلت للشفاء والتي يزداد عددها يوما بعد يوم، فهو 894 حالة. حالة ولاية البليدة وحالة الجزائر العاصمة تمثل تقريبا 50% من المجموع الوطني. فيما يخص الاستشفاء، يجدر الإشارة أن يبقى 40 مريض متواجدون حاليا في العناية المركزة. وأخيرا نؤكد مرة أخرى أن عدم احترام الحجر الصحي عند بعض المواطنين قد يسهل ويسبب تفاشي هذا الوباء، ولهذا نذكر بمسؤولية كل المواطنين في الحفاظ على صحة الجميع. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.